بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نستعين. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، تتواصل التحديات، تتواصل المنافسات في عاصمة الميادين الوثبة. من تحتضن هذا التحدي الجميل؟ وهنا تعلن انطلاقة الشوط 17 والخاصة بفئة الابكار الحقائق من مسافة 4 كيلومترات، هي حاملة لهذا التحدي ولهذا التنافس. وهنا الشعارات المتواجدة والقادمة من أجل الناموس ومن أجل التحدي والانتصار في هذا الشوط. ما هي اللحظات؟ ونتابع الأسماء المتقدمة التي تأتي معنا على مسار وتحدي هذا الشوط. البداية مع المركز الأول، مع مقدمة الشوط وهنالك المنطلقة على صدارة هذا الشوط، المتواجد الغزيل محمد بن سعيد الكتبي، من يتواجد على مقدمة الشوط. بينما المركز الثاني، ثاني التحديات، وهنا المنطلقة والمتواجدة سراب أحمد بن محمد بن سعيد العضيلي العامريس. بينما هنا من تسللت إلى ثاني المراكز، من تتسلل إلى ثاني المراكز زمايم حمدان بن حميد بن هلال العسكري، من وصل وتسلل إلى ثاني التحديات. بينما المركز الثالث شعار أحمد بن ماجد بن مطر الخيلي، من يصل وينضم إلى ثاني التحديات. يا الفلاحي ناموس، يا الفلاحي ناموس والثاوي، تهانينا تهانينا والناموس لمالك صوغ محمد بن عوض بن مبارك الفلاحي على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني وصل الشعار الرسمي عامر بن سعد الرفاد. المركز الثالث وصلت الغزيل محمد بن سعيد الكتبي. المركز الرابع وصلت مشاهدينا متابعينا الكرام جبار مبارك بن علوان بن سعيد الدرعي، وخامسا محمد بن شطيط الوهيبي، من وصل مع المركز الخامس. هكذا انتهت مدريات وتحديات هذا الشوط. تهانينا والناموس لمالك صوغة محمد بن عوض بن مبارك الفلاحي على هذا الفوز والانتصار. بانتظار التوقيت الزمني لحظة وصول صوغة إلى خط النهاية لتهدي هذا الناموس الغالي للسيد محمد بن عوض بن مبارك الفلاحي. التوقيت الزمني توقيت الزمني 5:59 و5 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك صوغة محمد بن عوض بن مبارك الفلاحي على هذا الفوز والانتصار.